السلام عليكم الأخوة الكرام، حاليا قاضي منوت توجه هو مسعود أبريد نعاشو خير من رواق الله. بارك الله امام السندة. شوف هاد السري، شوف السندة فان دايو صح السوازيس السندة كسود داي تاخ الشمسية باطر يجد فكرة ما شاء الله. شوف يا اخوان الكرام، شوف امام باطر. الله 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 نسوان زيزن دادا بجات. شوف أتمنى إن شاء الله الإخوة المحسنين الدين مانايا ماني ما الناس مانايا غي نتمنى إن شاء الله نلقى الإخوان المحسنين يجي خصنا ديك مانايا شي مستعد أخصون ضف راهيني وزنا مان ماني ما ان شاء الله ملي خصني جان حاجه هادي غزا مان وجي نسول للمحسنين. شوف شحال تفجعتي خاص تجي الخوة مانا مخي الله الا مخي. شوف سبحان الله يجي الفكرة ما شاء الله. يا ريت مشتاق حتى تنزل غزة ولكن بوها سرين دابا الصندا خا تفجعها فكرة نهار حاجة جيتوها وشي جو هادي السوق نهار يوسع بنا مي يخدم ومي يخدمن ينقص ام زوارو جي جابنا مي يخدمن يوسع وني جيتن دروس ولكن روحها بالعكس وني يقيم مانايا مارة نبقى حاجة سيوضي تيدوها حاجة سيوضي تيد اتميز سيف زيد السوق و سبحان الله الله يا ربي على النور امان وشي زيت الله يا ربي على خير السوق بارا دوب سيت شو ديري من مرفض دي مور بس خيل سدو والله ما تخيل سدو هي الله 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 أمان السوم ده سبحان الله تخيل الإخوة الكرام المحسنين والناس اللي صدق شنوانو مرحبا اسم التليفون شنو راه السوندا راه يعني وزنا مالينا مارا امان السوندا تبارك الله. شوف لا اله الا الله ما تحقيق زاد سبحان الله ولكن دابا ملي تحمل حاليا زاد يفرق الغرش